مطورين ألعاب الفيديو بيكون عندهم أحياناً حس فكاهي زيادة، فبيحبوا يمزحوا مع لاعبين ألعابهم، فبتلاقيهم بيحطوا أشياء أو ألغاز مخفية في ألعابهم الهدف منها إنهم يمقلبوا اللاعبين. وسويت فيديو عن هالموضوع من فترة، 10 ألعاب مقلبت لاعبينهم وعجبكم بشكل جداً كبير. فهذا الفيديو نفس الفكرة تقريباً، بس رح يكون عن 10 ألعاب مقلبت يوتيوبرز كبار أو شخصيات مشهورة. وصدقوني المقالب بهذا الفيديو رح تضحككم بشكل جدا كبير. فيلا خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ بس حاب أعلن عن الفائز ب $500 واللي كان على آخر فيديو توب 10، والفائز معنا خلفان أحمد، إن شاء الله ألف مبروك. والجيفوي الشهري الجديد أيضا على $500، إذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيهم كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. وقبل أن نبدأ، هل سمعتوا بالجمعة الصفراء في موقع نون؟ شوفوا الجهاز اللي ماسكه بين يدي، هذا الجهاز ألعاب النينتندو سويتش. هذا الجهاز فيه عدة ألعاب ممتعة، من زمان كان ودي اشتري بس كنت شايف سعره غالي الصراحة، بس اشتريته الان لان لقيت عليه خصم جدا قوي على موقع نون بمناسبة الجمعة الصفراء. والخصومات مو بس على جهاز النينتندو، لا، في عدة خصومات وعروض على منتجات جيمينج رهيبة، نفس شاشة الجيمينج جيم اون اللي شايفينها قدامكم بحجم 32 انش ودقة 4K مع 144 هرتز. هذه الشاشة بهالمواصفات الرهيبة سعرها قد نصف سعر اي شاشة ثانية بنفس المواصفات، وفيها الشاشة الثانية من نفس الشركة بحجم 24 انش ودقة فول اتش دي 180 هرتز بسعر $590 فقط. هذه الخصومات القوية وغيرها على منتجات جيمينج كثير بتلاقوها الان على موقع نون بمناسبة الجمعة الصفراء، واللي راح تستمر الى تاريخ 28 نوفمبر، فزوروا الموقع الان، الرابط موجود بالاسفل، ويلا خلنا نكمل في الفيديو. طيب خلنا نبدأ في المرتبة العاشرة. تخيل نفسك قاعد تلعب لعبة رعب ومطفي النور وقاعد على أعصابك وانت خايف، وفجأة تلاقي لعبة الرعب قاعدة تتكلم معاك وتقلك معلومة شخصية عنك ما حد يعرفها. هذا الشيء صار بالضبط مع اليوتيوبر ماركي بلاير، واللي ما يعرفه فهو من أشهر اليوتيوبر في مجال الألعاب في العالم. المهم كان فاتح بث مباشر وقاعد يلعب لعبة الرعب بوبي بلاي تايم 2، وكان واصل على نص اللعبة تقريبا وبيلاقي لوحة عليها صورة احد الشخصيات وعليها زر احمر ومكتوب عليه برسمي او اضغط عليه، وبس ضغط عليه اتكلمت مع الشخصية وقالت له انا بعرف متى تاريخ ميلادك، تاريخ 28/6 او جون. والشيء المخيف لليوتيوبر مارك بلاير انه هذا فعلا تاريخ ميلاده. I know when your birthday is. June 28. انا لو صار معاي هالموقف اول شيء راح اقفل اللعبه وامسحها، وثاني شيء راح ارمي الكمبيوتر كله لانه شيء مخيف. كيف لعبه رعب تعرف معلومه شخصيه عني وليش حاطينها في داخل اللعبه؟ طبعا مطورين اللعبه قالوا بعدين انه هذا مقلب وحطوا هذا اللغز بالذات عشان يمقلبوا اليوتيوبر ماركي بلاير لانه هو احد اشهر اليوتيوبر اللي يلعب لعبتهم. في المرتبة التاسعة في يوتيوبر اسمه كريك كرافت، كان فاتح بث مباشر قاعد يلعب لعبة رعب في داخل روبلوكس اسمها دورز. فكرة اللعبة جدا بسيطة، في وحش قاعد يمشي وراه ولازم يهرب منه ويدخل بمتاهة ويعديها بأسرع وقت ممكن. وعاد نفس المرحلة عدة مرات في البث المباشر، كل مرة كان قاعد يحاول يفوز فيها، بس بعد المحاولة العاشرة تقريبا صارت تصير معاه أشياء غريبة في اللعبة. What the heck is that? مثل ما شفتوا في وجه معروف بالمقالب بيصير يلحقه وتشتغل معاه موسيقى ايضا معروفة بالمقالب. ومو بس كذا، لا، في غرفة البداية قبل لا يلعب بيطلع وحش غريب وبيلحقه. Oh dear God. Oh dear God. What was that?
طبعا اليوتيوبر راح ينجن انه ايش هذه الاشياء المفروض ما تطلع، هو لعب اللعبة مئات المرات قبل كذا وهذه اول مرة تصير معاه هذه الاشياء الغريبة. فكر في البداية انه هذا تحديث جديد للعبة، بس بعدين انتبه انه احد الوحوش اللي قاعد يلحقه عليه صورة وجهه. That's me. طلع هذا كله مقلب من مطورين اللعبة، كانوا قاعدين يتابعوا البث المباشر تبعه وسووا تحديثات سريعة على اللعبة عشان يستهبلوا عليه. في المرتبة الثامنة ما عنا لعبة مقلبة يوتيوبر، لا بل عنا يوتيوبر أو ستريمر تم مقلبته بأقوى مقلب ممكن تشوفوه من أحد متابعينا. الستريمر اسمه XQC، هو أحد أشهر الستريمر في العالم على موقع تويتش. كان فاتح بث مباشر أحد الأيام عشان يلعب فورتنايت، بعدين طلع له واحد في اللعبة لابس سكين موزة وذبحه. في البداية فكر إنه واحد عشوائي طلع له وذبحه وخلاص، بس دخل الجيم اللي بعده ونفس الشخص اللي لابس سكين موزة إجا وذبحها وصار يعزف فوق جستا بنفس الطريقة. وقتها عرف الستريمر XQC انه هذا احد متابعينا وقاعد يسوي له ستريم سنايب، واللي معناه انه قاعد يتابع بثه ويدخل في نفس الاجيام اللي هو قاعد يلعبها، لا ويشوف وين مكانه في الخريطه لانه فاتح بث مباشر ويجي ويذبحه. والستريمر XQC المسكين والله كان راح ينجلط. شوفوا معاي كم مره ذبحه. وظل الوضع مستمر كذا في البث لمدة 6 ساعات، بس آخر شيء كلم صديقة اسمها تيفو واللي هو لاعب فورتنايت محترف، دخل معاه الجيم وقدر انه يقتل الموزة وينتقم. في المرتبة السابعة في حفل بصير كل سنة للأفلام العالمية والممثلين اسمه الأوسكار، وأظن معظمكم يعرفه. وفي هذا الحفل في عام 2022 صار أكثر حدث مفاجئ في تاريخ الأوسكار، والحدث هو انه كان في ممثل اسمه كريس روك كان على المسرح وقاعد ينكت ويحاول يضحك الجمهور، فاتمسخر او استهزأ في زوجة ممثل ثاني اسمه ويل سميث، والممثل ويل سميث طلع على المسرح وعطاه كف وقال له لا تغلط على زوجتي. طيب ليش قاعد احكي لكم هالقصة كلها؟ لان بعد 5 شهور من هالحادثة نزلت لعبة God of War Ragnarok، وفي احد مهمات اللعبة بتقاتل ثور، وانت عم تقاتله احد الشخصيات بيذكر اسم بنت ثور، فرح يعصب ويرد عليك بنفس الجملة بالضبط اللي قالها ويل سميث وحتى بنفس الاسلوب. فواضح انه اللعبة قاعدة تستهزئ من اللي سواه ويل سميث. في المرتبة السادسة احد اسوأ الاشياء اللي ممكن تصير معك اثناء لعب اي لعبة هو انه يصير معك خطأ او جلتش في اللعبة يمنعك من التقدم ويخرب عليك اللعبة. هذا الشيء صار مع يوتيوبر اسمه تيزي، هو اسمه كذا والله مثل ما شايفين، خلنا نسميه تيزد. المهم خوينا تيزد كان قاعد يلعب لعبة اسمها بندي اند ذا انك ماشين واللي هي لعبة رعب، وكان موصل لمكان جدا بعيد في اللعبة، قاعد يلعب ساعات وساعات ووصل على مكان قريب نهاية اللعبة، بس صار معاه خطأ او جلتش في اللعبة وانحبس في غرفة وما قدر يطلع منها وما عنده حل غير انه يعيد اللعبة من البداية. فتيزد جدا عصب من ورا هالشي وكسر سماعته من العصبية. I don't have a maze to go through. Oh no. وبعد هذا الموقف ترك اللعبة، وبعدين قرر يرجع لها بعد فترة وعاد كل شيء من البداية، ولما وصل على نفس المهمة اللي صار معاه الخطأ لقى سماعة مكسورة موجودة على الطاولة في داخل اللعبة وفي نفس المكان اللي صار معاه الجلتش. Oh
whenever I replied to you guys. I'm in the game. That's me right there. طلع أحد مطورين اللعبة قاعد يتابع فيديوهاته وشاف ردة فعله لما صار معه الجليتش وحط لغز لسماعة المكسورة بنفس المكان في اللعبة. في المرتبة الخامسة ما عنا يوتيوبر اتمقلب من لعبة، لا بل عنا يوتيوبر اتمقلب من لاعبين، ومو من لاعب أو اثنين، لا بل من 100 لاعب. اسم اليوتيوبر جينكس وكان فاتح بث مباشر عشان يلعب فورتنايت، وأثناء البث قرر إنه يلعب مع متابعينه، فسوى كوستوم لوبي وقالهم جونوا عليه، وفعلا خلال دقائق جون 100 شخص. وجينكس كان خايف من الستريم سنايب لأن جميع اللاعبين اللي معاه في الجيم قاعدين يشوفوا بثه ويشوفوا وين مكانه. فبداية الجيم قاعد يترجى متابعينا ان لا احد يغش، لا احد يشوف مكاني، خلوا اللعب يكون عادل. Chat, just let me land, just let me land. Don't grief, just let me land, let me loot up. واول ما بدا الجيم انتبه ان ما في ولا احد قاعد ينزل من الباص. المفروض اول ما تبدا اللعبه الكل ينزل من الباص، بس لا، جميع متابعينا قاعدين ينتظروه عشان يذبحوه. Cat, please. Oh god. Why has nobody dropped? Why has nobody dropped? ونزل من الباص المسكين ونزل وراه 100 شخص كل هدفهم انهم يقتلوه. هذا من جد أكبر مقلب، لأنه مو من لعبة ولا من لاعب، لا بل من 100 لاعب، وما خلوه يلعب ولا جيم. دائما بداية كل جيم كلهم يروحوا ويذبحوه. في المرتبة الرابعة تخيل ان الشركة الصانعة للعبتك المفضلة يتواصلوا معك ويقولوا لك رح نحط شخصيتك في داخل لعبتنا القادمة، رح تفرح بشكل كبير صح؟ طيب هذا الشيء صار مع 3 يوتيوبر مشاهير في مجال الألعاب. تواصلوا معاهم الشركة الصانعة للعبة The Witcher، قالوا لهم رح نضيف شخصيات لكم في اللعبة ونحتاجكم تجوا وتأدوا شوية أصوات، وفعلا سجلوا أصواتهم ونزلت اللعبة ونجحت نجاح كبير. بس في مشكلة واحدة، واللي هي ان شخصياتهم هي اقذر كائنات ممكن تتخيلها في عالم اللعبة. حطوهم كشخصيات 3 وحوش يعيشوا لوحدهم في الجبال لان ريحتهم نتنة، واسماءهم فارتينج ترولز، وما ادري الصراحة كيف اترجم هالكلمة للعربي بشكل محترم، بس شوفوا لقطة لشخصياتهم ورح تعرفوا ايش معنى كلمة فارتينج. والله مساكين من جد، حط حالك مكانهم، متحمس تشوف شخصيتك في اللعبة وآخر شيء بتطلع شخصية معفنة، والمشكلة إن أصواتهم وأسمائهم موجودة على الشخصيات خلاص للأبد. في المرتبة الثالثة عنا موقف مشابه للي صار في المرتبة العاشرة مع اليوتيوبر ماركي بلاير، بس هذا الموقف مخيف أكثر منه وصار مع يوتيوبر اسمه جاك سبتيكاي، واللي كان فاتح بث مباشر عشان يلعب لعبة رعب جديدة اسمها سيمي لاكرا. ولعبة الرعب هذه غريبة نوعا ما. قصة اللعبة انك بتلاقي موبايل او جوال لبنت مفقودة وبتقعد تبحث بالموبايل عشان تدور على اي دليل عن مكان هذه البنت، بس تكتشف ان موبايل البنت مخترق. كل شوي الموبايل بيطلع صور واصوات مخيفة وبيطلع فيديوهات للبنت وهي قاعدة تبكي وتتعذب. المهم اثناء البث المباشر اللي فاتح اليوتيوبر تطلب منه اللعبة انه يكتب اسمه عشان يفتح احد التطبيقات في الموبايل، فهو كتب اسم انا، اسم شخصيتك في اللعبة، بس بيطلع خطأ، وجرب عدة اسماء ثانية وكلها تطلع خطأ. فبعد هذه المحاولات جرب يحط اسمه، اسم قناته على اليوتيوب، وفعلا فتح الموبايل وطلعت له رسالة في الموبايل مكتوب فيها اسمه الكامل الحقيقي. كان مكتوب أهلا سين ويليام ماكلافن، واللي هو اسمه. What? How did it know my full real name? What the f***?
مثل ما شايفين كان فعلا خايف، لانه هذا الشيء المفروض ما احد يعرفه. معظم اليوتيوبر بيخفوا اسمهم الكامل عشان الخصوصية، فبس شاف اسمه الحقيقي في داخل لعبة رعب خاف من جد. في المرتبة الثانية ما عنا لعبة استهزأت في يوتيوبر، لا، بل عنا لعبة استهزأت في أحد أشهر الناس في العالم، وهاللعبة هي GTA V، واستهزأت في مارك زوكربيرغ. هذا الشخص عنده شركة فيسبوك، إنستغرام، واتساب، كل هذه المواقع والتطبيقات ملكه، ومعروف عنه أو عن موقع فيسبوك أنه بيسرق معلومات المستخدمين. طلعت كثير تسريبات وفضائح خلال السنوات الأخيرة أن مؤسس فيسبوك قاعد يبيع معلومات المستخدمين لشركات مقابل ملايين الدولارات. فبلعبة GTA V بطور القصة مسخروا لمارك زوكربيرغ بس بشكل غير مباشر عشان لا يرفع عليهم قضية، فحطوا لك شخصية تشبهها، وهذا الشخصية عنده أشهر تطبيق في عالم اللعبة اسمه Life Invader، ومعناه في العربي منتهك أو غازي الحياة، إنه هذا التطبيق بينتهك خصوصيتك، وقصدهم في موقع فيسبوك أو إنستغرام. والشخصية اللي مفروض تكون مارك زوكربيرغ حطوا لك يا واحد حرامي كل همه يسرق ويتجسس معلومات الناس. وفي احد الخطابات إلى في اللعبه شوفوا ايش بيتكلم. To witness a new phase, red alert, world domination. We have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process. فجدا واضح انهم قاصدينه هو وقاعدين يتمسخروا عليه. وفوق كذا اللعبه حاولت تتنبا نهايته او كيف راح يموت. Someone's trying to talk with me. Hello. فبكل صراحة ما أظن مارك زوكربيرغ يحب لعبة GTA. في المرتبة الأولى ما عنا لعبة مقلبت أو استهزأت على يوتيوبر أو مشهور، لا، بل عنا لعبة استهزأت في ملك أسبانيا. إيه اللي سمعتوه صحيح، واللعبة هي مارفل فيرسس كابكوم، واللي هي لعبة فايتنج قتال فيها عدة شخصيات من عالم ألعاب كابكوم نفس ستريت فايتر وغيرها، ومن عالم مارفل السينمائي. فالمهم أحد الشخصيات اللي ضافوها على اللعبة هو هذا اللي شايفينه قدامكم، وهالشخصية في اللعبة هو ملك شرير بيقتل الأبرياء. طيب إيش دخل ملك أسبانيا في الموضوع؟ مثل ما شايفين قدامكم شكله يشبه ملك أسبانيا بشكل جدا كبير، نفس الملابس، نفس لون الشعر، نفس كل شيء. وهذا الشيء عصب أسبانيا لدرجة إنه نزل بيان رسمي من العائلة المالكة، وكانوا عم يطالبوا فيها اللعبة بإنهم يشيلوا هذه الشخصية، بس مطورين اللعبة ما سمعوا كلامهم وخلوا شخصية موجودة. راحت العائلة المالكة في أسبانيا هددت إنها راح ترفع عليهم دعوة في المحكمة وراح تحجب اللعبة من أسبانيا كلها. بعدها مطورين اللعبة اعتذروا وغيروا شكل الشخصية في اللعبة عشان لا يساوي شكل ملك أسبانيا. وبكذا ممكن وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. في النهاية لا تنسوا أنكم تشاركوا في الجيفوي، وإذا عجبكم الفيديو أتمنى تدعموه بزر اللايك. وبس، كان معكم بشاركيال أو شاركيكي، شوفكم بجهات ثانية إن شاء الله. مع السلامة.